أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا علمه شديد القوى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 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 علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك 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 من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون 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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون 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 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 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 وبما كنتم تدرسون. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة 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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، من الحكمة، من الحكمة، من الحكمة، من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. حكمة بالغة، 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 فما تغني النذر. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، 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 والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، 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 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي 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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة الكتاب والحكم والنبوة الكتاب والحكم والنبوة الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 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 أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا 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 أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر 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 إن كنتم لا تعلمون فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه 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 من لدنا
كنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل هم في شك منها عمون.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما 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 وكذلك نجزي المحسنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 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 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 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 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 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 فإذا هم مبصرون فاذكروني أذكركم 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 واشكروا لي ولا تكفرون واذكر ربك في نفسك واذكر ربك واذكر ربك واذكر ربك واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 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 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك 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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان
فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر نزلنا الذكر نزلنا الذكر نزلنا الذكر نزلنا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لا تؤاخذني بما نسيت 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 بما نسيت. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 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 ولم نجد له عزما. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 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 فيها كتب قيمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبطل كل عين وحسد ونفس وسحر أصاب في العلم أصاب في العلم أصاب في العلم أصاب في العلم. اللهم اخرج كل عين في العلم كل عين في العلم كل عين في العلم كل عين في العلم كل حسد في العلم كل حسد في العلم كل حسد في العلم كل نفس في العلم كل نفس في العلم كل نفس في العلم كل نفس في العلم. اللهم أبطل كل سحر في العلم سحر في العلم سحر في العلم سحر في العلم سحر في العلم. اللهم أبطل كل عين وحسد ونفس وسحر أصاب في الفهم أصاب في الفهم أصاب في الفهم أصاب في الفهم أصاب في سرعة الحفظ في سرعة الحفظ في سرعة الحفظ في سرعة الحفظ في سرعة الفهم في سرعة الاستيعاب سرعة الاستيعاب سرعة الاستيعاب سرعة الاستيعاب. اللهم أبطل كل إصابة أصابت في التركيز أصابت في التركيز أصابت في التركيز أصابت في التركيز أصابت في التركيز. اللهم اخرج كل إصابة أصابت في الذكاء أصابت في الذكاء أصابت في الذكاء أصابت في الذكاء أصابت في الدراسة في الدراسة في الدراسة في الدراسة في الدراسة
في الدراسة في الدراسة سببت النسيان وشرود الأذهان سببت النسيان وشرود الأذهان سببت النسيان وشرود الأذهان وشرود الأذهان وشرود الأذهان اللهم أبطل كل إصابة في سرعة التذكر في سرعة التذكر في سرعة التذكر وقوة العقل وقوة العقل وقوة العقل وقوة العقل وقوة العقل والفقه في الدين 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 أصابت في التأويل في التأويل في التأويل في التأويل في التأويل في التأويل والتفسير 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 اللهم أبطل كل إصابة أصابت في التفوق على الأقران 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 في التفوق في التفوق في التفوق في التفوق في كثرة القراءة في كثرة القراءة في كثرة القراءة في كثرة القراءة في سرعة الحفظ في سرعة الجواب سرعة الجواب سرعة الجواب سرعة البديهة سرعة البديهة سرعة البديهة سرعة البديهة سرعة البديهة اللهم ابطل كل إصابة أصابت في تلاوة القرآن في تلاوة القرآن في تلاوة القرآن في التجويد في التجويد في التجويد في التجويد في التجويد في الفصاحة في الفصاحة في الفصاحة في الفصاحة اللهم ابطل كل إصابة أصابت في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام أصابت في النطق أصابت في النطق أصابت في النطق أصابت في النطق اللهم أبطل كل إصابة أصابت في اللهجة في اللهجة في اللهجة في اللهجة في اللهجة في الألفاظ في الألفاظ في الألفاظ في الألفاظ في الألفاظ في الألفاظ في إلقاء الدروس في إلقاء الدروس في إلقاء الدروس في إلقاء الدروس في التميز في التميز في التميز في التميز في التميز في حسن الإدارة في حسن الإدارة في حسن الإدارة في حسن الإدارة في إتقان المسؤوليات في إتقان المسؤوليات في إتقان المسؤوليات في إتقان المسؤوليات اللهم أبطل كل إصابة أصابت في الشرح والتفصيل 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 اللهم أبطل كل إصابة أصابت في فصل القضاء 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 في الاستنباط في الاستنباط في الاستنباط في الاستنباط في الاستنباط في التلخيص في التلخيص في التلخيص في التلخيص في الابتكارات 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 اللهم أبطل كل إصابة أصابت في الشهادات في الشهادات في الشهادات في الشهادات في الشهادات اللهم أبطل كل إصابة سببت الجهل سببت الجهل سببت الجهل سببت الجهل سببت الجهل اللهم أبطل كل عين وسحر يؤثر عليه عند القراءة 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 والحفظ 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 والدراسة 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 والكلام والكلام اللهم أبطل كل عين وسحر تؤثر عليه عند الكلام عند الكلام عند الكلام عند الإجابة عند الإجابة عند الإجابة عند الإجابة عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان اللهم أبطل سحر العقول
سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول سحر العقول اللهم أبطل سحر الجنون 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 اللهم أبطل سحر الحسد 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 اللهم أبطل كل عين أصابت من طالب من طالب من طالب من الطلاب من الطلاب من الطلاب من الطلاب أصابت من المعلمين من المعلمين من المعلمين من المعلمين من المعلمين أصابت من الأقران من الأقران من الأقران من الأقران من الأقران اللهم أبطل عيون الأقارب عيون الأقارب اللهم أخرج عيون الأقارب اللهم أخرج عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران اللهم أبطل كل عين أصابت في مناسبة في مناسبة في مناسبة في مناسبة في مناسبة أصابت في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الجامعة في الكلية في الكلية في الكلية في الكلية في الكلية في الكلية اللهم أخرج كل عين قديمة عين قديمة عين قديمة عين قديمة عين قديمة عين متحجرة 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 متكررة 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 متعجبة 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 حاسدة 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 متراكمة 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 اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا ويا معلم داود علمنا اللهم زدنا علما وحلما اللهم زدنا علما وحلما اللهم زدنا علما وحلما اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا عقلا راجحا اللهم ارزقنا عقلا راجحا ورأيا صائبا ورأيا صائبا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أخرج كل عين أمرضت 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 كل عين آلمت كل عين آلمت كل عين آلمت كل عين آلمت كل عين شوهت 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 كل عين أوجعت 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 اللهم اخرج كل شيطان في العلم كل شيطان في العلم شيطان في العلم
شيطان في العلم شيطان في العلم شيطان في العلم شيطان في العلم شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس اللهم اخرج كل عين في الرأس كل عين في الرأس كل عين في الرأس كل عين في الرأس كل عين في الصدر كل عين في الصدر كل عين في الصدر كل عين في الصدر كل عين في الأيدي والأرجل في الأيدي والأرجل في الأيدي والأرجل اللهم أبطل عقد العيون 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 اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أو يعفو الذي بيده عقدة وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر إنما يتذكر أولو الألباب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون 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 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سنقرئك فلا تنسى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر عن الذكر عن الذكر عن الذكر عن الذكر لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر أو أراد شكورا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإذا ذكروا لا يذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره 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 فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يوم يتذكر الإنسان ما سعى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا إن نسينا إن نسينا إن نسينا إن نسينا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وتنسون 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 ما تشركون فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا فلما نسوا فلما نسوا فلما نسوا ما ذكروا به ما ذكروا به ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وإما ينسينك الشيطان وإما ينسينك الشيطان ينسينك الشيطان ينسينك الشيطان ينسينك 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 الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم 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 إن المنافقين هم الفاسقون فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما نسيا 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 حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال لا تؤاخذني بما نسيت بما نسيت بما نسيت بما نسيت بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا نسيا منسيا نسيا منسيا نسيا منسيا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى ولا ينسى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي 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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي 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 ولم نجد له عزما قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 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 وكذلك اليوم تنسى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم 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 ذكري وكنتم منهم تضحكون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر 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 وكانوا قوما بورا
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم بما نسيتم بما نسيتم بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إنا نسيناكم 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 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه ونسي خلقه ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما نسوا بما نسوا بما نسوا بما نسوا يوم الحساب وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ثم إذا خوله نعمة منه نعمة منه نعمة منه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم اليوم ننساكم كما نسيتم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون 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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد 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 إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احرق كل عين سببت النسيان، اللهم احرق كل عين وحسد سببت النسيان، اللهم احرق كل عين وحسد سببت النسيان، سببت النسيان، سببت النسيان، سببت النسيان، سببت النسيان. اللهم احرق كل عين وحسد أصابت الرأس، أصابت الرأس، أصابت الرأس، أصابت الرأس. اللهم احرق كل عين وحسد أصابت في قوة الحفظ، في قوة الحفظ، في قوة الحفظ، في قوة الحفظ والفهم، في قوة الحفظ والفهم، في قوة الحفظ والفهم. اللهم احرق كل عين وحسد أصابت في الدراسة، أصابت في الدراسة، أصابت في الدراسة، أصابت في الحفظ والفهم وسرعة الاستيعاب، أصابت في الحفظ والفهم وسرعة الاستيعاب، أصابت في الحفظ والفهم وسرعة الاستيعاب. اللهم احرق كل شيطان سبب النسيان، كل شيطان سبب النسيان. اللهم احرق كل شيطان في الرأس، كل شيطان في الرأس، كل شيطان في الرأس، كل شيطان في الرأس، كل شيطان في الرأس. اللهم احرق كل سحر سبب النسيان، اللهم ابطل كل سحر، اللهم احرق كل سحر، اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر سبب النسيان، كل سحر سبب النسيان، سبب شرود الأذهان، 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 سبب النسيان، سبب النسيان، سبب النسيان، سبب النسيان. اللهم بارك له في علمه، اللهم بارك له في علمه وحفظه، 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 اللهم بارك له في علمه وحفظه. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم، 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 وزاده بسطة في العلم، وزاده بسطة في العلم، وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة، 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 وعلمه مما يشاء، وعلمه، 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 وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا علمه شديد القوى علمه شديد القوى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة 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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا حكمة بالغة فما تغني النذر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة 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 والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي